السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم دائما في قناه عالم سناء ستار. اليوم البنات جيت نشارك معكم النهار ديال الافتتاح اللي كما وعدتكم غادي نشاركوا معكم، وعاد مونطيت الفيديو ودابا غادي ان شاء الله غادي نشاركوا معكم. المهم النهار ديال الافتتاح نط شويه بكري، قضيت الشغل شي مسائل، ومن قبل كنا قادين السلعه وداكشي اللي كيف شفتوا في الفيديو مسبقا عفوا. وهانتوما كيف كتشوفوا دابا يعني غادي نمشي قبل الافتتاح، يعني تقريبا مع الخمسة درت مع البنات باش يحضروا معايا ان شاء الله الافتتاح، وانتم ان شاء الله معايا كيف غادي تشوفوا. كما بغيت نقول لكم مرحبا بكم اللي كاين في مدينه سليمان وبغات تقضى مواد التجميل، مرحبا بها عندي في المحل والهلا اي حاشمنا، وغادي تبقاو معايا في هذا الفيديو من الاول ان شاء الله حتى الاخر باش تشوفوا نهار الافتتاح كيفاش داز. وإلا عجبكم دائما هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك وبضغط على الجرس. وهنا قديت يعني تمر وشويه ديال الكاك كما كيف كتشوفوا، غادي نشاركوا معكم نهار الافتتاح، يعني اللي غادي نقاد ملي غادي يجيو الناس. درت الحليب والتمر والكعك كيف كتشوفوا ولي شوكولا صغار، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. خليك ليلي يا غزالي ونطير معك الى ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا غزالي ونطير معك الى ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا وبلاك انا شاني في الرسالة، كيف تقلب الحنا Thank you.
لي يا غالي ونطير معك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي لي يا غالي ونطير معك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا وملاك فلو اشتاني في الرسالة، كيف تقبل الحنا